عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا متنساش تعمل لايك نشترك في القناه. قبل ده كله نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهارده بيتكلم عن سميه سماش وحفيظه والحرب اللي ما بينهم على الاكله واصولها وازاي بتتعمل، والحرب قامت ما بينهم. ومش بس كده، وكمان استقبال سميه العمار بعد يوم طويل جدا كان بيلعب فيه كره القدم. وكمان معانا خبر جميل جدا جدا جدا، وهي ان القندوره القطيفه القسطنطينيه اتسجلت بتاعت قسطنطينة اتسجلت في اليونسكو خلاص لصالح الجزائر. ألف 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 مبروك، وإن شاء الله كل التراث الجزائري يتثبت واحدة واحدة بإذن الله في حياة اليونسكو. ماما مش راهي تدير لي عيتجمر في التختوخة. الله الله يا سمية سماش، راح تدير لنا في التريدة حمراء وبالجريوات وبالسنارية وبال حاجة اللي مليحة تبان تشهي يعني سومية بيناتنا. صح ما نديروهاش حمرا حنا وما نديرولهاش الخضرة، وهذاك الطرف تاع اللحم الله الله عليه باين طيب زبدة. بصح ماشي غير ما نديروش تريدة حمرا، نديروها بيضة. ماما دارت لي اليوم المينيو تختوخة وشواط، شواط اللي تقولوا له نتوما المعارك. ماما كيفاش ديري انتي تفوريه؟ نفورو بعد نسقيه. ها واي الحمص كيف طيبته. الله الله ماما مش راهي تدير لي عيتجمر في التختوخة. الله الله يا سمية سماش، راح تدير لنا في التريدة حمراء وبالجريوات وبالسنارية وبال ماما خطيها الطابلة بالسيرفيس وكل واحد وحده. لا لا ماما البساطة، شوفوا كل صرفيطة بلون، كل مغرف بلون. هادي تاع كل يوم ماما عندها كلش نورمال ثاني، هادي معلومه على ماما. المهم حاجه بنينه دونك ماما هكا عادي جدا. بصح نحب ماكلتها والبنه والبساطه والبركه وكل شيء في يدي ماما. ماما يعطيك الصحه. الله الله ميرسي. ما نوريكمش هذا. لعبت قول والله شوفوا عرفت سولي 50 دقيقة روحي بعد بابا 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 ما قدرتلكش ما قدرتلكش نداري. في فيديو جديد وخبر جديد بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.